تتلعب تتلعب بالراس. جول جول من جانب إبراهيم التوري، من كرة ثابتة، من كرة ركنية على طول. هذا إبراهيم التوري براس على طول، وتسجيل هدف أول في المباراة عن طريق إبراهيم التوري، وهو الهدف الشخصي الأول والهدف الشخصي رقم 13 على مستوى المسابقة. نيل ركنية، نيل كذلك خروج حارس المرمى الخاطئ خالد عيسى، ورأسية إبراهيم التوري.